اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم النصف الثاني من حلقتنا هيكون موعد مع انجح الالعاب على الساحه الرياضيه المصريه في الحركه الاولمبيه. لعبه فرضت نفسها بقوه ونجاحاتها من نجاح لنجاح نتيجه التخطيط الجيد، التخطيط المستمر الجيد، مش بس تخطيط جيد، وانت ممكن تعمل تخطيط جيد في حاجه بسيطه وبعد كده تتراجع، ولكن المستمر والجيد، وجود موارد للاتحاد، عمل جماعي، كل ده كان نتاجه استمرار النجاح. يمكن آخر نجاح لهذا الاتحاد أو هذه اللعبة كان فضية وذهبية في بطولة المجر، وأنا عايز أقول لكم أنه البطولات دي بيشارك فيها كل أبطال العالم، بتبقى على شكل بطولة عالم مصغرة، واللعبة دي كمان صعوبتها أن هي خمس ألعاب مع بعض. فالنهاردة أنت محتاج تتميز في خمس ألعاب، أنت كأنك رئيس اتحاد لخمس ألعاب أو كأنك لاعب بتلعب خمس ألعاب. موضوع صعب جدا، ولكن مش صعب على كوادر يعني ممتازة وليها الحقيقة دور كبير جدا في الرياضة المصرية. في البداية طبعا برحب بضيفي العزيز المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث المصري، وأيضا أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية. أهلا بك يا باشمهندس شريف. أهلا وسهلا، منورنا، وبستنى اللقاء ده يعني من السنة للسنة. الله يخليك، وألف مبروك، ودايما موفق في كل خطوة تاخدها يا باشمهندس. الله يخليك، مبروك لمصر كلها. طبعا مدير التسويق وهو أحد أهم الاماكن او اهم البوزيشنز او المواقع اللي بتبقى دلوقتي في الاتحادات كلها، لانه الحقيقه بيخلق موارد جديده. الموارد دي معناها اعداد، معناها اد فاليو فنيه للفرق. الموضوع مش موضوع يعني، لا، هي منظومه كامله. معانا الاستاذ محمد جاد، مدير التسويق في الاتحاد المصري في الخماسي الحديث. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا كابتن هيثم. يعني دورك كبير، والحقيقه حتى الان بفضل الله يعني الناس كتيره بتحسد الاتحاد على وجودك. يعني والله احنا دورنا صغير جنب النتائج اللي بتعملها الابطال. احنا كنت لسه بقول لهم النهارده احنا بنشتغل على نتائجكم طول ما انتوا لسه، انت قايل دلوقتي ببارك للاتحاد على فضيه وذهبيه، فانت من السهل جدا انك انت تسوق منظومه ناجحه او بطل ناجح بانجازاته. افهم من كلام حضرتك، ويمكن مهندس شريف بقى يعني علق على الكلام ده، ان هي منظومه. النجاح بيجيب نجاح، هي دايره، انا اقدر اسوق بس لازم تنجح، هتنجح لما اسوق. يعني راي حضرتك في الدايره دي، يعني المعادله دي يعني نحلها ازاي؟ بص، اصعب حاجه في الرياضه المصريه خلاص هي انك تعرف تجيب الموارد الماديه المطلوبه للنجاح. يعني لما تيجي تاخد تمسك الهرم كده وتحط البريورتيز بتاعتك في اداره الاتحاد، اول بريورتي هي انك توفر الماليات المطلوبه خلاص. انما احنا كلعيبه، مدربين، برامج، انفراستراكشر موجوده في مصر، كل ده موجود ومتوفر بشكل اكثر من رائع واحسن من 90% من دول العالم. خلاص، بس لازم يبقى وراه باك اب قوي خلاص، الماليات المطلوبه عشان تعمل الخطه ما يقعش منها حاجه خلاص. الخطه دي بتصرف بقى على كل حاجه، مدربين ياخدوا فلوسهم في التوقيتات الصح، اللعيبه سفرياتهم، المعسكرات اللي بيعملوها، الادوات المطلوبه، يعني كل حاجه تبقى ماشيه بالطريق الصحيح. طب انت من اول ما توليت ده يا باشمهندس، يعني اكيد انت يعني الموضوع كان فروم سكراتش زي ما بيقولوا، بتبقى الخطوات الاولى صعبه. يعني ممكن بعد كده زي ما قال يعني الاستاذ محمد، النجاح بيجيب نجاح وبتبقى اسوق حاجه ناجحه، انما الصعوبه في الاول، اول خطوتين ثلاثه دول بيبقوا صعبين قوي. تعالى نفتكرهم مع بعض كده يا باشمهندس. انا دخلت الاتحاد، كانت اول تجربه ليا في الاداره، دخلت نائب رئيس الاتحاد في 2008 بعد ما بعت سول 2008 لغايه 2012. بعدين وكنت مسؤول عن الامور الفنيه اكتر، يعني دول الاداريه دي ما كانتش برضو في بالي قوي. وبعدين اختلفنا في حاجات كتير انا والمجلس وناس كتير جوه، وقررت اخوض التجربه على الرئاسه بمجلس يعني تبعي زي ما بنقول كده، والحمد لله ربنا وفقنا ونجحنا. فاول حاجه الاستقرار، استقرار الناس تبقى شبه بعض، يفكروا بنفس الطريقه، مؤمنين بتوجه معين، بفكر معين، بيحاولوا يطبقوه، دي مهمه. ف 2012 الحقيقه كانت الصعوبه يمكن مضاعفه. ليه حضرتك؟ كنا طالعين من ثوره 2011 بالظبط، فالامور مش سهله خالص، والموارد قليله، والموارد قليله تمام. وبعدين حضرتك لو تتذكر رحنا مخبوطين ثوره ثانيه 2013 تمام. وانا عايز ابني اتحاد وعايز اعتمد على نفسي، وموارد الدوله مش كفايه عشان الاحلام اللي احنا عايزين نعملها. فكانت اصعب خطوه هي ان انا عشان اسوق حاجه لازم عندي منتج بالظبط خلاص. فانا لما بدأنا بالعلاقات، العلاقات الشخصية خلاص، عدنا تقريبا سنة بالعلاقات الشخصية، أنا بكلم صحابي اللي بقوا أعضاء مجلس إدارة في شركات كبرى وهكذا عشان يساعدوني. بس الفورمولا دي مش سستينبل صح خلاص، أنت صح. مرة هيديك هيساعدك، إنما بعد كده
ما ينفعش، لازم السبونسرشيب بيبقى وين وين سيتويشن، هو هيستفيد ايه وانت هتستفيد ايه، لو انت بتستفيد وهو ما بيستفيدش ما تنفعش تستمر. فبدانا نفكر طب هنعمل ايه، طب عشان الناس تبقى انترست انها تدينا وتقف معانا، ما هي لازم تتشاف، لازم عندنا منتج خلاص. ففي هذا التوقيت ما كانش عندنا منتج، يعني لا عندنا بطولات دوليه كبرى بتقام في مصر على الاطلاق، لا عندنا ابطال بيحققوا نتائج الا عشان اكون امين طفرات شخصيه بتيجي وتمشي كده، زي ايه مدني، زي ياسر حفني خلاص، اجتهادات حتى مش ما اقدرش اقول ان هم نتاج منظومه صحيح، لا يعني يمكن يكون انديتهم او لا امورهم هم اللي اكتر، او اللاعب اشتغل على نفسه، واللاعب طبعا اشتغل ده اكيد، انما حاجه طفره انما ما كانتش، انما مش نعم. منظومه. احنا دلوقتي عندنا كل جيل اقوى من الجيل اللي قبله، يعني جيل بتاع احمد الجندي ومهند وهايدي وسلمى والكلام ده كله، لا الجيل اللي بعديه هيقطعه حضرتك خلاص، انا بقولها لك وانا واثق، الجيل اللي طالع بعديه ده تحت 21 أكبر سنه أكبر. جيل 19 هيقطعه، جيل 17 هيقطع 19، فبالتالي بدينا هرم بقاعده مظبوطه هتقدر تديك استمراريه لمده طويله جدا. فكانت هي دي التشالنج الاكبر. كمان كان عندك ان الاتحاد الدولي يرأسه دكتور كلاوس شورمان الالماني، وكان في اتجاه كده داخل الاتحاد الدولي، كان في ضغط سياسي على مصر ان لا دي مش ثوره، ده انقلاب عسكري خلاص، عشان نغير الصوره دي في هذا التوقيت كان صعب جدا. يعني انا فاكر اول تصويت للاتحاد الدولي عشان اعرف اخد بطوله كبرى انظمها، التصويت خلص 7-6 لصالحنا بالعافيه بطلوع الروح، يعني الاحداث اثرت يعني طبعا اثرت بشكل او باخر طبعا، وكان في كل المجالات يعني يعني ولاد مصر المخلصين كانوا بيحاربوا طبعا ان طبعا هم ده يغيروا الصوره دي او يثبتوا للعالم عكس كده. طبعا احنا كلنا ساعدنا في ان احنا نبين الصوره الصحيحه لمصر، وان مصر فيها استقرار. وقتها كان قنوات الاجنبيه بتبين ان مصر الناس بتموت بعض في الشوارع والدنيا مش امان، وحتى لما خدنا اول بطوله في 2014 ننظمها، انا فاكر في دول ما رضتش تيجي، قالت لا اللي احنا بنشوفه ده انتم ما عندكمش امان، بالرغم ان الشغل ما كانتش كده خالص. فالرياضه هنا كان عليها دور كبير، وحضرتك حسيت بده طبعا. الناس لما جت قالت يا جماعه لا امال فين اللي احنا بنشوفه، لا اللي انتم ده مش حقيقه خلاص. فطبعا يعني كانت نقله مختلفه. كمان احنا كنا اونست مع السبونسرز في ايه اللي احنا هنقدر نحققه خلاص، فقدرنا نشتغل على نفسنا وقدرنا نحقق حاجات. فانت لما احط تارجت صغير حققه، فانت تنشط معايا فنحط التارجت اكبر شويه وهكذا صحيح. وهكذا. طب خلينا نشوف يعني استاذ محمد، انت دخلت بقى السايكل المهندس شريف، يعني احنا جبنا زي يعني هيستوري كده العشر سنين اللي فاتوا الله اكبر، وبان الشغل وبان الفكر كان ماشي ازاي. دخلت بقى على المرحله من انهي مرحله مع المهندس شريف العلاقه؟ بص انا هرجع لك، هي هيستوري برضو تمام. انا بدايه كانت في الحته بتاعت التايكوندو مع اللي هو الفولي الله يرحمه تمام، وكانت سفريه كوريا هي النقله الكبيره في حياتي بصراحه. في كوريا ايه؟ المنحه اللي انا سافر فيها كوريا الجنوبيه، واشتغلت في الاتحاد الدولي وخدت سبورتس ماركتنج ميديا، ودرست الصبح كنت بشتغل بعد الظهر في الاتحاد الدولي للتايكوندو. قد ايه قعدت فتره هناك؟ في حوالي 8 شهور. 8 شهور تمام كده؟ كانوا كافيه ان انت تعرف الشغلانه وتشتغل؟ لان انا اصلا اكس ماركتنج وسيلز في شركتين اف ام سي جي والثانيه كوميونيكيشن، فانا عارف الدنيا فيها ايه. عندك يعني اكسبيرينس في حاجه معينه رحت صقلتها بقى بالدراسه؟ انا حولت انا بعت حولت الرياضه لبرودكت وبعته كبرودكت خلاص. هو برودكت ده ليه رولز انت تعرف تبيع بيها، وليه رولز انت تعرف تسوق بيها. كان لازم ان انا اسقل الكلام ده بكيفيه تسويق واذاعه ونشر ودعم البرودكت الرياضي. فكانت سفريه كوريا ديت هي الفيصل. سافرت بعدها كانت البدايه في المغرب تمام، وبعد المغرب مهندس شريف جابني بقى بعد سنة كده. سنه كام بالظبط؟ 2018. دي كانت دخلتي الاولانيه للاتحاد، بعد رحله مع اتحاد التايكوندو. بالظبط، بعد رحله مع الاتحاد الافريقي للتايكوندو. ما عملتش حاجه للاتحاد المصري بصراحه، عشان تو بي فيري اونست يعني. القصه كلها كانت الاتحاد الافريقي للتايكوندو والاتحاد الدولي للتايكوندو. وبعد كده بدات مع المهندس شريف في 2018. ال 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 الكلام او النقاش اللي في الاول، يعني ايه اللي حصل المهندس شريف يعني؟ كان كاس عالم زي توقيت النهارده، انا فاكر كويس قوي زي توقيت دلوقتي. وكان هو زي ما هونش زي ما بيقول لك، كان موضوع علاقاته الكويسه، كان عنده علاقه بحد من شركات السي اس دي تمام، جايب له سبونسر شيب ليها، وكان هو مخلص الدين بتاع
احد البنوك القوميه جميل الوطنيه جميل. تمام الكبيره، كان هو مخلص الدين وبدات بقى هو الراجل الاولاني ده، ما احنا ممكن نقول اسمه عادي، محمد عادل حسني تمام، بشركته، وقلنا ان احنا هندخل برقم صغير تمام، ودخل رعى البطوله وكانت هي دي الدخله، دخلت على البطوله، على البطوله هي بطوله كاس العالم. هو الراجل بقى جه شاف واتفرج واحنا حققنا انجاز، فاتنقلنا من رعايه البطوله لرعايه الاتحاد. برافو. ومن ساعتها وهو الراجل معانا ابتدينا نتحرك بقى بمنظومه مع الاتحاد على شركات تانية تمام، بتعاون مع مهند شريف، هاشم ياسين موجود شويه، كان الاستاذ ممدوح الشتاوي في الاول موجود قبل ما يمشي، يعني قدرنا ان احنا نحط رولز نمشي عليها عشان نقدر النهارده ان احنا عندنا 10 شركات وبقى 11 النهارده مهندس شريف، واحنا جايين في الطريق فاحنا بقينا 11 شريك سبونسر. احنا عايزين نبقى بارتنرز لان هم بقوا شركاء نجاح. بالظبط بالظبط. النهارده بقى عند حضرتك 11 شريك نجاح من وقت اللي بدات حضرتك الاتحاد، ما فيش خالص شريك واحد يعني. ومعلش انا اسف بقى، ما فيش حجه، هو انا مش انا لوحدي، انا لسه بقول لك الاسماء اللي جابت معايا. ايوه لا ما هو ماشي، بس هي الفكره كلها النهارده كانت تحيه منظومه. ايوه هي منظومه. يبقى حضرتك مشكورا كل ليك دور قمت بيه، بس النهارده انا بتكلم على فكره. النهارده الخماسي ما هوش لعبه شعبيه. خلينا نعترف. لا ولا يعني كره القدم مثلا، السله، الدايره، اليد، دول في بعض الشعبيه، ولكن النهارده عشان يبقى تقدر كلعبه الخماسي تحقق انجاز دولي كبير توصل لده، انا من وجهه نظري ده نجاح. انت شبعان بالنجاح ده؟ طيب ان انت يبقى عندك 11 بارتنرز معاك وكتفهم في كتفك. بص انا اقول لك حاجه، مهندس شريف ما بيقولش لا لاي حد، يعني بمعنى ايه؟ الوين وين سيتويشن اللي انت اتكلمت عليها احنا بنحققها على الارض. اللي بيحط مليون بيبقى موجود، واللي بيحط 100,000 بيبقى موجود. بس ده بياخد بنفيت شكلها عامله ازاي، وده بياخد بنفيت شكلها عامله ازاي. هو مهندس شريف ما بيقولش لا خالص. تعال انت معانا. وبعدين انا لما سافرت السعوديه لقيت ان هناك كمان في كونسبت هو مهندس شريف طبقه على الارض قبل ما انا اروح السعوديه، مصر ما عملتوش. السعوديه مطبقه سيرفيس 60-40 70-30 80-20. لا فهمني واحده واحده، يعني اللي 60-40 انا راجل مهندس. يعني الشركه اللي قدامك لو مش هتديك فلوس تديك السيرفيس اللي بتقدمها، تدي لك البرودكت اللي بتقدمها. شركات الطيران تدينا تذاكر الطيران، شركات الاكل تدينا الفود او الهيلث فود، او تدينا الوجبات بتاعت الاداريين والحكام في البطولات وتكفر، اوتيل يديني اكوموديشن، شركه ملابس يديني شنط رياضيه تكمل، لان ده ايكوال بوني هيعوض جاب موجوده في الميزانيه بتاعت الاتحاد. فالكونسبت ده احنا شغالين بيه بقالنا اكتر من 5-6 سنين. فهو مش شرط ان انا يبقى عندي 11 سبونسر يبقى انا بيجيب 11 مليون جنيه، لا خالص، بس انا بعوض جزء من الفلوس اللي المفروض تصرف من الميزانيه بتاعت الاتحاد. اقل الاوتبوت بتاعي. بالظبط. يعني انا نجحت كده. بالظبط. طب يعني باشمهندس، الرياضه صناعه؟ طبعا. وجهه نظرك؟ طبعا. طب يعني معلش انا محتاج وحضرتك موجود معايا وحضرتك امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه واحد اهم الشخصيات الرياضيه على الساحه، خلينا نتكلم بكل امانه. لا لما انا اقعد اقول كلام ممكن يقول لك ده راجل بيقول كلام اعلامي، لا الرياضه صناعه، لا انا عايز حضرتك تقول لي ايه اللي فيها صناعه؟ ايه اللي ليه الكلمه دي او الاكسبريشن ده بقى بيتقال من وجهه نظرك؟ الرياضه صناعه ده كلام، يعني كلام مظبوط 100%. عشان كده انا بقول كمان ان دايما لازم لوائحنا تتغير، ان مش شرط ان اللي بيدير المنظومه يكون رياضي لعب هذه المنظومه. احييك. يعني انا دي مقتنع بيها تماما. احييك يا باشمهندس. بحب اغيرها في اللوائح، رغم ان انا راجل، انا لا انا لعبت رياضه الخماسي الحديث ولعبت اولمبيات ولعبت بطولات عالم وكل حاجه. مش كل واحد لعب هيبقى اداري ناجح او مدرب ناجح او العكس. ناصف سليم اعظم رئيس اتحاد الكره الطائره ما لعبش كره طائره. انا اسف يعني ده بس كده. لا المنصب الرئيس تحديدا في اي اتحاد او اي منظومه رياضيه خلاص محتاج حد بيزنس مان قوي. يعني عليك خلاص دي حاجه انا يعني ممكن يبقى عندك حد رياضي بيزنس مان قوي قوي، ممكن يبقى ملوش دعوه بالرياضه خالص تمام وسايب. خد بالك الخطا بيحصل امتى؟ لو انا بزنس مان قوي جدا وهقدر اقوم الاتحاد ده كمنظومه بزنس وتدخلت في الفنيات بوظت الدنيا. يعني عليك بوظت الدنيا. صح. تمام. فلازم تدي يعني الحريه الكامله، مش الحريه الكامله، تثقف المدربين بالشكل والاستراتيجي اللي انت عايزه خلاص، وايه التارجتس اللي مطلوبه خلاص. لما حطينا التارجتس في الاول الناس افتكرت ان احنا مجانين، حقيقي مجانين خلاص. اتحاد ماشي على قد حاله خلاص اوكي، والتارجت بتاعنا هو الميداليه الاولمبيه
طب هو انت قربت اساسا للميداليه الاولمبيه؟ هو انت كسبت بطوله دوليه اساسا عشان نتكلم على احباط من تمام خلاص؟ لا هو ده التارجت بتاعنا. فكان اول خطوه خدناها في 2000 قبل اولمبياد لندن على طول خلاص، كان انا مشيت المدرب الاجنبي، مش عايزين شاكرين قوي قوي قوي، احنا هنقدر ننجح ونوصل التارجت بتاعنا وهناخد وقتنا، بس صناعه مصريه 100% 100% خلاص، لا يوجد فيها اي حاجه اجنبيه. الاجنبي برضو في الاخر مش قلبه على البلد، مش قلبه عليك خلاص، هو جاي وظيفه جاي يسترزق منها وهيمشي. هيديك اللي عنده لان في احتراف. انما انا عايز ابني منظومه، انا مش يعني ماشي طب بعد ما مشي خلاص ابدا من الصفر تاني؟ لا، انا لازم ابني قاعده مدربين بفكر معين، زي ما اسبانيا عملت في الكوره، زي ما المشروع البلجيكي ما حصل خلاص. فبتبدا بحاجه بتسيستم مدربين، وبدانا كمان بالمدربين الصغيرين مش مدربين الكبار، المدربين الكبار قوي في السن عشان تغير فكره ده شبه مستحيل، صعب خلاص، صعب جدا خلاص. انما الصغير لسه متخرج تقدر انك انت تشكله زي ما انت عايز، تحط له فكر واحلامه كمان. هو مش حاسس انها مستحيله، هو حاسس انت بتحسسه وبتدي له الامان ان ذا سكاي ذا ليميت، نقدر نوصل. فقدرنا ان احنا نوصل، يعني كنت بدي المثال دايما ان مثلا روسيا كانت بطل العالم وقتين، كل ما احاول اوصلها هي تبقى في حته ثانيه، اجي اوصلها تبقى هي في حته، لا احنا حطينا تارجت اعلى من الرقم العالمي بكتير. طب ايه يا عم النجم؟ خلاص وبدانا نشتغل عليه خلاص. احنا حاليا دلوقتي احنا ابطال العالم، احنا حاطين تارجت للاولمبيات الجايه هو كسر الرقم العالمي خلاص، هو ده التارجت بتاعنا. انا ماليش دعوه بالتانيين بيعملوا ايه، التاني اللي بيحاول يحصلني دي ما يخصنيش، انا ليا رقم، انا بعتبر نفسي لعبه فرديه رقميه خلاص، انا بحاول اجيب الرقم، لو جبت الرقم ده انا عارف ان انا هبقى الاول، فانا شغال عليه. بصيت لابعد من ميداليه. طبعا ابعد من ميداليه بكتير. احنا حضرتك حطينا تارجت في 2014، انا كنت رئيس بعثه مصر في اولمبياد نانجينج، ومصر جابت الحقيقه 11 ميداليه اولمبيه، وكان اكبر انجاز وقتها في الشباب يعني شباب. وكنت بس كنت انا كنت راجع حزين جدا، وكرمنا سياده الرئيس، كان اول تكريم لينا في قصر الرئاسه. كنت حزين لان الخماسي الحديث لم حققش ميداليه، الخماسي الحديث كنت رايح نفسي يجيب، خلصنا في الولاد رابع بفرق فوتو فينش عن الثالث، والبنت كان المفروض توصل هايدي وجابت السادس. كنت في بدايه مشروعك، كنت في بدايه مشروعي، كنت بقالي سنه ونص في مشروعي. فرجعنا من 2014، رحت حاطط تارجت خلاص، واخترت 10 ولاد و10 بنات لسه ما اتعلموش السلاح ولا الرمايه ولا الفروسيه، بس اخترتهم في قوام جري وسباحه قوي جدا، واشتغلنا بيهم 4 سنين عشان اولمبياد الشباب 2018 بوينس ايرس. دي المجموعه اللي كان فيها احمد الجندي وسلمى ايمن وكان ده كله. وصلنا في اوائل 2018 في بطوله العالم اول ثاني ثالث على البوديوم. دخلنا الاولمبياد، سلمى حطمت الرقم العالمي وجابت الذهب، واحمد كسب الاولمبياد وجاب الذهب. جاب الذهب. فاثنين ذهب من الثلاثه ذهب اللي جابتهم مصر في اولمبياد 2018. الميداليه الثالثه كانت ياسمين في الكاراتيه. في الكاراتيه. تمام؟ والكاراتيه خرج زي ما حضرتك عارف من الاولمبياد. حققنا 2 ذهب لمصر في اولمبياد 2018 وكانوا اولاد صغيرين. الميزه في الخماسي ان البيك بتاعك بيجي ما بين سن 24 و28 سنه، عشان اللعبه فيها مزيج من الخبره والقوه. تمام. طب احنا لعيبتنا احمد الجندي في 2021 في طوكيو 2020 عنده كام سنه؟ 21. عنده 21 سنه. 21 سنه خلاص، انت لسه عندك. عشان كده احنا عندنا احنا فريقنا كله مواليد 2000 ل 2005، يعني البيك بتاعنا يجي ان شاء الله من باريس للوس انجلوس 28 للمجموعه اللي موجوده حاليا. تمام. فاحنا مطمئنين جدا للي جاي. عاجبني فريقنا ماشي بشكل كويس جدا، بس زي ما قلت لحضرتك التارجت بتاعنا تحطيم الرقم العالمي وليس انا عاجبني انا بتكلم معاك ليك رؤيه يا باشمهندس، يعني رؤيه وعارف انت رايح فين وعارف انت عايز توصل لايه، ودي يعني بامانه حاجه من الحاجه اللي ساعداني جدا. يعني انا بتكلم بكل امانه لما الاقي كادر مصري بيتكلم كده وعارف وعايز يروح فين، اكيد احنا محتاجين التجربه دي يتم استنساخها في اتحادات كتير. الصراحه تجربه الخماسي في العشر سنين اللي فاتوا محتاجه تستنسخ في اتحادات كثيره. بس انا عايز اجي لك بقى يا استاذ محمد، انت تم اختيارك او تكريمك قريب من جريده، او عايز تفاصيل الموضوع ده؟ لان انا قريت الخبر بس عايز اسمع. انا قريته زيك على فكره. لا بس انا عايز اعرف، عايز اعرف تفاصيل. هي جورنال من الجرايد المهتمه بالسبورتس ماركتنج والسبورتس مانجمنت. تمام. وانا فوجئت وانا في السعوديه اداره الرياضه والتسويق الرياضي. جميل. تمام كده. وهي جريده بلدها فرنسيه. فرنسيه تمام كده. بتخاطب
غرب افريقيا وشمال افريقيا تمام اللي هي السنغال وفرنسا يعني غرب افريقيا السنغال كوت ديفوار الحته دي تمام. وشمال افريقيا عشان البحر المتوسط تمام الجزائر المغرب تونس المغرب الجزائر واكتشلي المغرب فرنسا الحته دي بالمغرب ولقيتهم هم صحفي هو كلمني تمام هو من اصول مغربيه تمام هو فرنساوي من بس عايش في فرنسا عايش في فرنسا تمام وقال لي انا عايز اكتب الهيستوري كانت حد من الاردن من حوالي سنه برضو جريده اردنيه كتبت الهيستوري حاجه قريبه منها يعني وهو قراها يعني هو قراها عشان كده عرفك من هنا بالظبط وبعد كده لما عرف اخر حاجه كانت توقيع عقد حقوق تسويق الاتحاد السعودي للتايكوندو تمام فكان اتعمل عليها بروباجندا برضو هم هناك في السعوديه برضو انا لسه استيل في السعوديه انا دلوقتي في السعوديه مسؤول عن اتحاد التايكوندو والملاكمه كتسويق وسوشيال ميديا وعندي شركتي الخاصه هناك في السعوديه زي شركتي الخاصه هنا وبنعمل يعني واخد بيرميشن يعني من اللجنه الاولمبيه السعوديه تمام ان انا ابتدي اشتغل على تطوير الاستراتيجيه بتاعه الاتحادات ما شاء الله يعني انت تجربتك اللي نجحت مع هنا في التايكوندو المصري وبعد كده الافريقي وبعد كده مع الخماسي بقت انترناشونال النهارده مهندس شريف هو اللي فتح السكه بجد والله يعني ايوه بص هقول لك على حاجه هو ربنا ومهندس شريف مهندس شريف كان قاعد فتره طويله روح هو الاوفر كان موجود من بدري تمام في بيبان كتير قوي اتقفلت هنا ومهندس شريف كان عمال يقول لي روح جرب ورحت فعلا والحمد لله الدنيا يعني ماشيه كويس وزي ما انت بتقول كده التجربه اتنقلت بالظبط لبره اشقائنا السعوديين دي حاجه تسعدنا فهم شافوا لا انت بتتكلم على ان اللي بره خالص بقى اللي هم فرنساويين المغاربه ابتدوا يشوفوا انت تجربه نفسها بتحقق لان ناس تانية بتاخدك فبتعمل بيك سكسس ستوري جديده وده فخر ليا ان انا مثلا انا بقى هناك انا مصري يعني فاهم الفكره طبعا مصري هاند ميد مصري خالص طب الجريده بلغوك ازاي عرفت ازاي هم بعتولي اصلا بعتولي استاذنوا كمان الاول ان هم هينشروا المقاله بعتوها بالانجلش والفرنش وبالعربي وقالوا لي احنا هننشر المقاله ديت فقلت لهم تمام كنت مبسوط اكيد انا كنت طاير مش مبسوط ان هو لان هم الخبر كتب ان انا مايسترو التسويق في ثلاث قارات فيعني الموضوع بالنسبه لي كان اللي هو والقاره الثالثه ما كانتش هي اوروبا هم يقصدوا افريقيا واسيا تمام لا هي اوروبا تقريبا اكشلي يعني بس انا ما اشتغلتش في اوروبا كتير غير في فرنسا تمام في الانسب برضه مع التايكوندو بس حطيت رجلك في فرنسا يعني ده دوله في 2000 كانت في 2014 2015 وكان الانسب طيب عندك جديد يعني انت النهارده يعني ايه هو احنا لسه جايين من جديد يعني طيب ما اقول لي اديني حاجات حصري بقى ايه جديد سبونسر هو واحد من اللوكال براند هو الراجل حتى قال وهو بيمضي العقد النهارده ان هو فخور ان هو لوكال براند تو كومبيت الانترناشونال براند في الفرايد تشيكن تمام وحتى ما نشوف حذر اللعيبه ما حدش هياكل من احنا قلنا لها احنا نعلم دي مبادره من الفاميلي بتاعه اللعيبه دي عشان للاسره ايوه بالظبط بس هو الراجل كان فرحان جدا ان هو اتاتشمنت حاجه سكسس ستوري اورجانيزيشن كبيره وميداليات عالميه واولمبيه هو الراجل فرحان بيها وانا بقى مبسوط انها نفس الدخله بتاعت محمد عادل حسني فتبقى هي دي البدايه وبعد كده الراجل دوت يحس بقيمه الرياضة وقيمة الإنجازات الرياضية فنقدر ناخدها في سكة تانية أنا قلت النهاردة في المؤتمر الصحفي وهقول من خلالك أن أنا بطلق مبادرة دي مبادرة كانت من خلال مش وجودي كمدير تسويق الاتحاد أو أن أنا مسؤول عن تسويق الاتحاد أنا جايبها من شركتي as a corporate social responsibility أن دي هدية للاتحاد الخماسي ما هاخد عليها لا كوميشن ولا عموله وبدعو جميع الشركات الوطنيه والخاصه بدون ذكر اسماء التي تعمل في مجال التسويق الرياضي خلال السته اشهر الحاليه عدم النظر للمكسب المادي للوقوف وراء الاتحادات الرياضيه البوتنشل وابطالها وان احنا ندعو السبونسر والشركات انها تيجي تي سبونسر واتيفر هي شكل البنفيت اللي بتقدمها قد ايه بس كل قرش في ظل وجود الأزمة الاقتصادية العالمية المؤثرة على الاقتصاد المصري احنا محتاجينه المئة ألف محتاجينها اللي هي النهاردة المئة ألف دي أصبحت 3000 دولار يعني 3000 دولار 10000 ريال حاجة يعني بصراحة يعني مش بإيدينا بس يعني تسمح لي أنا من منبري برنامجي ده
اضم صوتي لصوتك. الله يخليك. لان دي مبادره وطنيه. بالظبط. ومبادره قوميه. وانا بداتها بنفسي. انا مش هكسب حاجه، ودي اول سبونسر انا جايبه از سي اس ار للاتحاد الخماسي، وفي واحد تاني. اسمح لي على الهوا كده يا باشمهندس، اسمح لي. طب. وانا متاكد ان كل قناه هتقول نفس الكلام اللي بقوله، ان احنا معاك في هذه المبادره لدعم ابطالنا. والبرنامج ده والترابيزه دي وقناه النادي الاهلي هي موجوده النهارده عشان تدعم الابطال. تمام. في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان احنا جاهزين ان احنا ندعم ابطالنا ولو بالقليل واللي تمام. نقدر نعمله. تمام. ودي مهمه وطنيه قوميه، اسمح لي اكون اول المنضمين على الهواء للمبادره الكريمه اللي حضرتك اطلقتها. يا ريت. واحنا جاهزين، خلينا نبتدي النهارده اول يوم. يا ريت. وجربونا. وانا معاكم. نور تنور وتشرف. طيب الحقيقه ابطالنا يستاهلوا طبعا، ويستاهلوا اكتر من كده بكتير، ومصر تستاهل اكتر. طبعا مصر تستاهل. مصر بلد كبيره، مصر 100 مليون، مصر حضارة 7000 سنة طبعاً. الحقيقة يعني الناس بتبص لنا حتى بصة تانية خالص. إن إحنا في حتة تانية. بس أنا النهاردة أنا مشفق عليك يا باشمهندس، يعني أنا إن أنت النهاردة بدأت تجني ثمار شغل. بس أنت النهاردة إيه الجديد؟ يعني خلي بالك أنت ممكن تيجي عليك فترة تقول مهندس شريف فهم جد السؤال. جد 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 أصلها جد ووصلنا يعني أنت النهاردة عايز تبقى دايما متجدد، عايز طبعًا. تبقى دايما بتفكر طبعًا. يعني توصل من قمة عايز تروح لقمة تانية. مهم. إيه القمة التانية أنت عايز توصل لها؟ لا أنا أقول لحضرتك، إحنا زي ما قلت لك أنت ما ينفعش تشتغل على اللاعب فقط لا غير. أنت إحنا طورنا مدربينا، إحنا عندنا، إحنا يمكن الاتحاد الوحيد اللي عنده 94 مدرب على قوام المنتخب. 94 مدرب. وكمان دي لعبه تعتبر فرديه، اكتر من مليون جنيه كل شهر في الالعاب الفرديه. الكلام ده مش موجود حضرتك. مرتبات مرتبات بس فقط لا غير. هدفك من كده ايه؟ بدايه كل شهر. هدفك من كده ايه؟ هتقول لي طب ما دول مش كتير. هقول لك لا مش كتير، لا مش كتير خالص، لان كل واحد ليه دور مهم جدا بيعمله. خلاص احنا لما بيطلع لنا مكافاه لما يكسب مثلا، يعني ده كونسيبت احنا بنعمله يمكن ما فيش ولا حد بيعمله غيرنا. احمد الجندي مثلا كسب الاولمبياد، المكافأة المكافأة بتتاخد جزء للاعب وده حقه، وجزء بيبقى على احنا بنوزعه على الجهاز الفني. احنا بنوزعه على الجهاز الفني كله بتاعنا بنسب مختلفة. حتى في ساعات المدربين وحتى أعضاء مجزرة عندي يقولوا لي لا، طب إيه دخل المدرب بتاع فرقة الناشئين تحت 17 سنة في إنجاز أحمد الجندي؟ أقول له ليه في إنجاز أحمد الجندي؟ طبعا ليه في إنجاز أحمد الجندي. أحمد الجندي نفسه ناقشني في القصة دي وأقنعته بهذا الكلام. كل مدرب خلاص شغال معانا في المنظومه دي موجود في نجاحك. لو صح. انا كربست في تمرينك صح. يا احمد يا جندي خلاص 10 لعيبه معاك، فالمدرب اللي واقف معاك ده هيبقى مركز معاك 10%. صح. تمام. انما لما مدرب انا بفضيلك المدرب ده شغال معاك بنسبه 100% عليك انت، ومدرب التاني شغال 100% على لاعب اخر انا محتاجه برضو للفيوتشر خلاص، فانا يعني كلنا ساهمنا في فوزك. و اهم حته بقى الروح الحلوه. الله ينور عليك. انا مستنيك تقول الكلمه دي. ليه؟ ان انا قاعد بره انا مش مدربك، بس انا هموت طبعا ان الجندي ياخد بطوله، لان انا راجل مستفيد، مش مستفيد فلوس يعني، انما مستفيد ان انا ان الناس حاسه بنجاح، ان انا جزء من المنظومه. المنظومه طبعًا. دي لازم تنجح. حضرتك انا استلمت الاتحاد والله بلا مبالغه، كان ال 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 او اسميها ازاي دي، ال النفسيات بين اللعيبه والمدربين وبتاع حاجه من أسوأ ما يمكن، من أسوأ ما يمكن. دايما ده 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 مناخ فشل. يعني انا اتغلب من الاجنبي ولا اتغلبش من المصري؟ مناخ فشل. ايه يا عم الكلام الفارغ ده؟ مناخ فشل. خلاص. فلما وصلنا ان لا احنا بنتمنى الخير لبعض، ربنا كرم. تمام. انا لان النهارده انت على البوديوم، بكره انا على البوديوم. خلاص انت على البوديوم او انا على البوديوم، مهم ليه؟ عشان الاتحاد يعرف يجيب سبونسر. خلاص. لو ما وقفناش انا وانت انا هتضر. انا السنه الجايه افضل منك، بس مفيش سبونسر حضرتك، لان السنه اللي فاتت والله زميلك ما حققش. ما ينفعش، احنا كلنا منظومه واحده. احنا الفوز بميداليه الفرق عندي اهم من ميداليه الفردي. تمام. عشان احنا كلنا يعني مساهمين فيها، كلنا منظومه واحده. انا غيرت في كمان في المكافئات، ان موظفين الاتحاد بوزع 10% من المكافاه على موظفين الاتحاد. الله عليك. هما دول مش ليهم برضه فيها؟ ما خد بالك، لو هي منظومه، لو موظف اخطا في هيتعبك انت فيزا ولا في حاجه، انت مش هتلعب بطوله. اي حاجه هايفه خلاص. فاحنا كلنا محتاجين نعمل دورنا عشان انت تنجح، وانت ليس لك يد خلاص كلاعب في 50% من نجاحك خارج ايدك تماما. احنا كمنظومه اللي موفرهولك. انا عايزك تركز في حتتك بس، والباقي ده
انا هتعب فيه واعمله، وانت تبقى مطمئن ان انا بعمله باقصى حاجه اقدر اعمله بيها، ما عندكش شك في هذا. هسالك على موقف وبرضه يعني عايز برضه اعلى اسمع تعليق جات عليه. ايه هو بقى؟ كان عندك لاعب اسمه عمر جزيري تقريبا، مظبوط تمام، واللاعب ده تم تجنيسه. ضحكت لان طبعا الموقف ده لا انا اقدر احكي لك قصه، لا اصل انا عارف، انا عايزك تحكيها لي وعايز بعد ما تخلص غير الحقيقي. لا انا عايز بقى القصه الحقيقيه ليه؟ لان انا بضرب مثل ان مصر ولاده، احنا 110 مليون عقليات محترمه، نقدر زي ما عملنا انا اسف يعني اكس من الناس، مصر تقدر تعمل غيره. احكي لي القصه دي بتفصيل عمرو. احكي لك القصه دي عمر الجزيري. احكي لك القصه دي بامانه، لان الناس بتخلط خلاص، وبالذات القنوات اللي انت عارفها طبعا بتحاول تبين الشكل كان اللعيبه اتخطف منا واتسرق، وكان عندنا لعيب نجم واحنا عظيم مقصرين واللعيب هرب عشان كانت مصر مقصره معاه. وده الحقيقه في الخماسي لا وجود لهذه القصه، وممكن سعادتك تروح جايب عمرو الجزيري على التليفون وتساله القصه الحقيقيه ايه. القصه الحقيقيه حصلت كالاتي: عمرو الجزيري وعمر الجزيري وياسر حفني، كان عندي ثلاثه بيتنافسوا، والحد الاقصى للتاهل هو اثنين على اولمبياد 2016. 2012 اللي لعب هو عمرو الجزيري وياسر حفني. عمرو وياسر، عمرو وياسر، خلاص ركز كده حاجه معايا. وعمر الجزيري قرر، كان راجل اتخرج وقرر ياخد انه يسافر الى امريكا ويشتغل هناك. تمام؟ ثم احنا بعتنا، عملنا اتفاق مع الاتحاد الامريكاني، وقررنا ان احنا نبعت عمرو وياسر الى امريكا يقعدوا في الاولمبيك سنتر في الكولورادو سبرينجز اللي هو هاي التيتيود، خلاص عشان النفس. ووظفنا عمر الجزيري اللي هو كان يعني شبه بطل خلاص وبيشتغل، وكان لاعب سلاح ومدرب سلاح رائع خلاص، وكان معين هناك في احدى الجهات والانديه الكبرى هناك للسلاح، عيناه يمرن اخوه وياسر هناك ويمسك تدريب السلاح بتاعهم عشان يوصلنا في حته ثانيه في السلاح. كولورادو ولا كانت في كولورادو؟ كولورادو سبرينجز. تمام. ارتفاعها قد ايه عن سطح البحر؟ 4000 5000 فيت مثلا. حاجه تدريب عليها بتجي لك. ده السنتر بتاع السنتر بتاع الاولمبيك سنتر بتاعهم. تمام. يعني ممتاز. كل يوم في الميه هم مع مايكل فيليبس. كل يوم حضرتك متخيل مليون في التمرين مع مايكل فيليبس الاسطوره. الاسطوره. تمام. فاحنا عملنا كده، ثم عمر وهو معاهم واجرنا لهم شقه عشان نوفر، والثلاثه قاعدين مع بعض وظبطنا كل حاجه. وعمر بدا يتمرن هو كمان. تمام. يعني رجع تاني يلعب ما بطلش خلاص، انما الاتحاد ما بيصرفش عليه خلاص. حلو. تمام. الى ان وصل لمستوى قدر يخش في الاربعه اللي عندنا اللي هيلعبوا في البطولات، اهلا وسهلا. تمام. ثم بدا ينافس مع عمرو وياسر. تمام. هو بيدربهم ساعه انما بينافس معاهم، اهلا وسهلا. ثم جت قبل اولمبياد ريو دي جانيرو في بطوله العالم في روسيا قبل الاولمبياد ب يمكن شهرين ثلاثه. تمام. لعبنا بعمرو وعمر وياسر، وكانوا الثلاثه في الرانك العالمي قريبين من التاهل. خلصنا بيهم في المركز الرابع والخامس والسادس في الفردي، وخدنا اول فرق، وكانت البطوله في روسيا، واحنا طلعنا اول فرق ما شاء الله. تمام. فكنا داخلين على الاولمبياد، وكنا حاطين سيستم، قلنا اعلى اثنين قبل الاولمبياد هم اللي هيكونوا موجودين بصرف النظر من الاسامي. حطينا لها سيستم كده، فالسيستم ده طلع ان رقم واحد عمرو، رقم اثنين عمر، رقم ثلاثه ياسر. فانت متخيل ان ياسر ده كان طالع وقتها الخامس على العالم ولن يلعب الاولمبياد عشان حاطط السيستم. تمام. لان عندين سيستم وانت ولعبنا بيهم. وعمر وعمر يعني عمر اكبر من عمرو، كبار في السن، عارفين ان دي اخر اولمبياد ليهم، لان خلاص دخلوا في ال 30 في الخماسي، دي حاجه يعني كبيره شويه. تمام. فخلاص هيلعبوا، واحد منهم لم يوفق في السلاح والتاني لم يوفق في الفروسيه، فبالتالي ما جبناش الميداليه في اولمبياد ريو دي جانيرو. تمام. وكان الطبيعي ان الاثنين هيبطلوا. عمر بطل فورا خلاص ومكمل حياته في امريكا، ما فيش مشكله. عمرو قرر ساعتها، قال لي يا كابتن شريف انا لعبت ثلاثة اولمبياد 2008 2012 2016 خلاص، وعايز اكمل اعمل ليجاسي لنفسي خلاص، ان انا ابقى لعبت اربع اولمبياد، ما فيش ناس كتير لعبت اربع اولمبياد. حقه ما فيش مشكله خالص. قلت له يا عمرو انا ما عنديش اي مشكله خالص، بس خد بالك من حاجه، الصغيرين اللي احنا بدانا نطلعهم هيكسبوك. انا بكلمك في خلال سنه، بكلمك ناحيه فنيه، في خلال سنه لا يمكن ان مستواك يكون في الاربعه الاوائل بتوع مصر، انما لو انت كملت وبقيت في الاربعه الاوائل بتوع مصر على راسي من فوق، والسيستم بتاعنا مفيش اي مشكله، انما السيستم هيطلع الاقوى والافضل خلاص. طب هل انت ممكن تبقى فيها؟ بنسبه 95%. لا. طب الحل ايه؟ انت حر، دي حياتك، عايز تكمل انا هساندك، بس في الاخر السيستم هيطلع البطل.
طبعا هو تدرك ان ده شبه مستحيل، والمصريين هيكسبوه في اللي جاي، المصريين الصغيرين اللي طالعين هيكسبوه فما فيش مفر. وحصل فعلا، خلاص راح عمل ايه؟ هو عاش في امريكا واتجوز بطله امريكا هناك، فحياته حياته هناك تمام. فقال يا كابتن شريف طيب انا عندي فرصه اكبر للتاهل لاولمبياد 2020 لو انا بلعب باسم امريكا، لان امريكا اضعف من مصر. التاهل عن قاره نورث امريكا اسهل بكتير عن التاهل من احنا من عندنا من افريقيا او من الرانك العالمي. خلاص، ففي عرف الاتحاد الدولي عندنا لو امريكا، الاتحاد الامريكي كلمني لانه اصدقائي هم اللي ماسكينه دلوقتي، قال لي يا كابتن شريف دلوقتي ايه رايك؟ خلاص احنا ما عندناش مانع، ده راجل اسطوره هيساعد في نهوض اللعبه عندنا، بس لازم تتنازل له. مظبوط. لو انا تنازلت كاتحاد مصري للاتحاد الامريكي قلت له انا ما عنديش مانع، عمرو ده يلعب من تاني يوم لامريكا، وموقف قانوني 100% مع الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه وكل حاجه. خلاص تمام. عملت ايه ساعتها؟ رحت للمهندس خالد عبد العزيز كان وزير الشباب والرياضه، خلاص قلت له يا باشمهندس خالد، اتناقشنا في الموضوع خلاص، وقلت له يا باشمهندس خالد انا شخصيا ما عنديش مانع، لان هذا الرجل اولا مصري حتى النخاع تمام، وما فيش حاجه ثانيه هيقدر يديها لمصر. اللعيبه اللي هي عندي هتكسبه، انا بقول لك 100% مش هيكسبهم ولا اي حاجه. المهندس خالد قال لي ايه؟ وامريكا قالت لي انا مش هاخده خلاص، ولا اقدم لك حتى طلب ولا الاتحاد الدولي الا اذا انت وافقت يا شيف. اديتني الاوكي خلاص ان انا بروسيد. المهندس خالد قال لي ايه وقتها؟ قال لي مستحيل يا شيف، انا هديك نصيحه خلاص، الاعلام والشعب المصري مش هيرحمك لو اديت هذه الموافقه، وانا ما اقدرش امنعك خلاص اوكي، مش هينفع، لان عمرو ده هو بص صناعه عزيز. صناعه مصريه، هو بص من مصر صرفت عليه كتير خلاص، فبالتالي هيقول لك بقى الخيانه والمش عارف ايه وازاي وبتاع، وانت ازاي تسيب. فقلت له طب الحل ايه يا باشمهندس خالد؟ خلاص قال لي انا ما اقدرش اقول لك الحل ايه، انما انا بقول لك نصيحتي وانت حر اعمل اللي انت عايزه. انا عملت ايه مثلا؟ لا عملت حاجه سهله جدا. قلت له يا عمرو احنا مش هنقدر نديك هذه الاستغناء للاسباب 1 2 3 4. حلك الوحيد حسب قوانين الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه هي انك تقدم اعتزال فورا. قدم اعتزال رسمي وهقبله في الاتحاد وهقبله في اللجنه الاولمبيه المصريه، وهنحدد لك كمان تكريم للفتره اللي انت قضيتها لمصر. بس سعادتك هتحرم من اللعب لاي دوله مصر او غيرها لمده 2 سنين. بعديها سعادتك حر تلعب اللي انت عايزه، هتعرف تقعد 2 سنين بتتمرن بس. خلاص بدون لعب منافسات. خلاص اوكي. وترجع تاني تلعب قوي قوي، خد بالك انت سنك كبر. خلاص، وكان هذا هو الاتفاق، وعملوا بالفعل قدم اعتزال ودخلناه لجنه اولمبيه ودخلته خلاص، وقعد 2 سنين ما لعبش، ثم رجع يلعب خلاص رجع يلعب في لو انا متذكر صح في 2019. خلاص انت لازم برضه تبقى بتلعب قبليها ب2 سنين الاولمبياد. هو حظه طبعا الاولمبياد اتاجل السنه كمان خلاص، انما رجع. ولما رجع يلعب اول كاس عالم كان فين؟ كان في مصر. قلت له يا عمرو سعادتك هتعتذر انك تلعب في مصر. قال لي ليه يا كابتن شريف؟ ده بدايه الموسم. خلاص قلت له هتعتذر لان احنا مش عايزين نستفز للشعب المصري خلاص، ولا تيجي سعادتك ابدا يا باشا مشوارك في البطولات الخارجيه. انت دلوقتي بتلعب باسم دوله اخرى، ابدا مشوارك بالبطولات الخارجيه، ما تلعبليش هنا في مصر خلاص. بطوله الاقي بقى صحفي، الاقي حد يستفز ليه؟ ليه؟ انت بره يا باشا موجود خلاص، هتلعب بطولات بره وتتاهل بره. انت هدفك الوحيد كان ايه؟ التاهل، مجرد التاهل خلاص. وهو الحقيقه حط تارجت تاني نفسه انا بحييه عليه خلاص. هو كان عنده في 2016 كان كسر الرقم العالمي في لعبه السباحه، بس دي ملهاش طبعا ميداليه ولا حاجه طبعاً. بس كان الرقم العالمي في السباحه، رقم الاولمبي اسف خلاص، في السباحه في الخماسي باسم عمرو خلاص. عمرو اخوه، عمرو الجزيري. لا مش عمرو الجزيري، عمرو تمام. فكان ليه هدف، هو نفسه رقمه ورقمه اتكسر من بطل انجلترا بعد كده. فهو كان عنده هدف ان هو يلعب اولمبياد واحده كمان، يبقى كتب ان هو لعب 4، وكمان ان هو يكسر الرقم العالمي بتاع السباحه فقط لا غير. تارجت فقط لا غير، تارجت واضح وصريح. تمام وصل عمرو الجزيري من تصفيات امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه، هما بياخدوا 5 خلاص، الخامس اتأهل بمنتهى الصعوبه، كان اخر واحد اتأهل عن هذه القارتين تمام، بالرغم انه كان بيقول انها سهله، ولعب
خلاص باسم امريكا في اولمبياد طوكيو. والناس قاعده تقول ايه ده انت اللعيب واللي هيعمل ويقطع. قلت له يا جماعه احنا الاثنين لعيبه بتوعنا احمد جني واحمد اشرف هيكسبوه بمنتهى السهوله، مفيش قصه، لا نتنافس معاه في حاجه بالظبط. ونزل في وركز على لعبه السباحه فقط لا غير، وكسر الرقم العالمي الاولمبي في التارجت كان طوكيو في السباحه، فحافظ على الرقم العالمي وبعدين بطل طبعا دلوقتي خلاص السن كبير جدا يعني. بس ادي قصه عمرو الجزيل، ما فيش اي مشكله خالص، راجل بالعكس وطني. انا خليني يعني احييك، انت سردتها بشكل يعني عشان هي دي الحقيقه بالظبط. الولد حقه طبيعي، وحضرتك تصرفت من منطلق المسؤوليه كرئيس اتحاد مصري وانتوا الاثنين مصريين، والموضوع خلص بشكل جميل جدا. وامور انت حضرت انت الفتره دي؟ لا الفتره انا جيت بعدها. بس انا كنت بشوف عمر الجزيري في 2016، دي كانت بدايه، كنت لسه بقول النهارده 15 و16 دي كانت بدايتي في الظهور في موضوع ماركتنج، وان انا ابتدي اتعرف على مهند شريف وادخل عن طريق المجله اللي بدانا بيها الاول. الحمد لله المجله اتغير اسمها ودلوقتي بقت موقع، وموقع بقى رقم واحد في الميدل ايست، وريتش بتاعه بقى 45 مليون من افغانستان للمغرب الحمد لله يعني. انا اتعلمت منه وهم كلهم كانوا بيتعلموا قصه تارجت، انك انت تحط راسك على المخده بالليل تصحى الصبح هدف. انت عندك هدف ان شاء الله هدف جديد. لا بص انا هقول لك على حاجه، انا لما بدخل دلوقتي مكان واقول حاجه ويتقال لي مستحيل، كلمه مستحيل اعرف ان انا نجحت. انا في شخص ما بدون ذكر اسماء مين هو وشخصيه وديزيشن وصاحب قرار انت مستحيل اللي انت بتعمله، انت واهم، دي اوهام وخيالات في جماع. انا وانا بضحك هو بيتكلم وانا لان ما دام انت قلت كده يبقى الحاجه دي ربنا هيكتبها، ويبقى انا كده ماشي في الطريق الصح. بس ده نجي نتيجه نجاحات متتاليه، خلي بالك وثقه ويقين. ايوه ما هي ثقه في امكانياتك وثقه في الله ده يقين وثقه في الله وثقه في امكانياتك. انا اتعلمت من مهندس شريف ان انا ما اقولش حاجه انا مش قدها، وتعلمت من اللي هو الفولي برضو ان نفس الكلمه اللي انت كنت بتقولها مهندس شريف، انك تبقى قد الكلمه شكلها عامله ازاي. كان دايما بيقول لي ايه، يا ابني لو الطلقه خرجت من المسدس خلصت. فانت ما تقولش حاجه انت مش قدها، وما دام قلتها واللي قدامك مستصغر الكلام اللي انت بتقوله تمام، انت هتعرف تثبت انك انت 100% منها. ايه التارجت الجديد؟ التارجت الجديد هاخد من سياق الحوار اللي انت بتقوله. ومن حوالي سنه ونص عرضنا فكره عن مهندس شريف، وليه علاقه برضو بالحته اللي انت بتقولها بتاعت بس الحقيقيه بقى يعني قصه هروب اللعيبه وتجنيس اللعيبه والكلام ده كله. فكره ان ده حلم يعني، ان احنا انا وسياده النائبه هاديه حسني تمام بطله الريشه الطايره وعضو البرلمان ومعانا مهندس شريف، طرحنا عليه فكره ان احنا نعمل حاجه تسيف من اول 14 سنه، يعني من اللي بيلعب من اول 14 سنه تمام يبقى عنده منظومه حقيقيه لدعمه من خلال الماركتنج او السبونسر شيب، او يبقى فيه دخل موجود عن طريق سن قانون ما هواش بقى فكره مبادره وشركه تسويق، لا يبقى قانون بيخرج من البرلمان المصري ليه علاقه بالموضوع ده ويمشي ازاي. وين وان سيتويشن يعني هديك الهرم من تحت لفوق تمام. هنتكلم مثلا لو احنا هنقول كرم جابر، حلو الكلام، جاب ميداليه ذهب في الاولمبياد 2012 تمام 2004 2004 وجاب فضه تمام كده تمام. هفترض ان هو جابها دلوقتي او في باريس تمام. كرم يرجع قبل ما ياخد اي حاجه يدخل على وزاره الخارجيه ياخد بروتوكول تمام ازاي يكلم باسم مصر، يبقى سفير مسؤوليه مجتمعيه ومعاه باسبور ليه علاقه بالقصه دي، ازاي يتكلم باسم مصر، يبقى عنده الاتيتيود ان انا اقف اتكلم امثل مصر. طب بيحصل في دول ثانيه الكلام ده؟ في دول ثانيه عندنا نماذج حطيناها اصلا في تركيا وفرنسا وفي امريكا كمان. خلي بالك ان في معظم الدول دي مش الوزاره هي متحكمه فيها، هي الكور اللجنه الاولمبيه بتاعتها. هيثم احنا بنبني، احنا لما بنشتغل على اللاعب انا ببنيه من كل النواحي. انا لو بنيت لاعب رياضي فقط خلاص اوكي هطلعه مغرور، هطلعه بيجري ورا الماده فقط لا غير. انا ببني شخصيه البني ادم، الرياضه بتبني شخصيه، لازم ابنيها بالطريقه الصحيحه عشان يطلع بني ادم سوي خلاص وخدوم للمجتمع وعنده انتماء لبلده. لو انا ما عرفتش اخلق المناخ ده انا فشلت.
حتى لو ده طلع بطل وخد ميداليا صح. خلاص اوكي، ما هواش الايمج اللي انا عايزه. اسمح لي حقيقة. لا الله يخليك. ايوه ما هي دي، ما هي دي النقطه. ايوه الله يخليك. انا مستمتع. فاحنا عندنا يعني بنخش في كل تفاصيل حياتهم اللي حضرتك ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش خلاص، لان احنا بنبقى منتورز ليهم. احنا قدوه، ده طبيعي، الاب بيبقى قدوه، المدرب قدوه، مجلس اداره ده قدوه خلاص. فلازم افعالنا هم هيقلدونا. لو انا عصبي وبتخانق وبعمل هيطلع عصبي وبتخانق وبعمل نفس الشيء خلاص. فهو بيشوف انا بدير ازاي وهيقلد خلاص. حتى التقليد دي يعني موجوده موجوده تمام. بيقول لك الفرجه نص العلام. بالظبط. انا بشوف فبقلد دي نص العلام. بس انت لازم الـ مش هقول الطفل بقى، اللاعب الرياضي ده يبقى شايف انت خايف عليه ازاي وبتساعده ازاي ومن حقه يغلط. دي حته مهمه جدا جدا جدا، لازم تدي له مساحه للغلط خلاص. هو ياخد قراره بنفسه، انت هتقنعه بحاجه ما اقتنعش عمل عكسها، مش هبقى زعلان. انت هتتعلم من خطأك ده. الغلط الكبير انك انت تغلط نفس الغلط مرتين، ده غباء بقى خلاص. انا بعتبره ده غباء. ما تعلمش اخطائك، ده غباء. او تعاند، ده غباء. انما اخطا حقك. بالعكس، انت الخطا لما بتعمله مش هتكرره تاني. يعني انا مبسوط جدا، كان لسه في بطوله عندنا اخرانيه، لاعبه عندنا عملت خطا في الفروسيه، خطا ساذج خليني اقولها كده، وكانت زعلانه جدا. قلت لها زعلانه ليه؟ دي بطوله جمهوريه. انا مبسوط جدا، الخطا ده لا يمكن يتكرر في البطوله الدوليه خلاص. صح. تمام. لسه عندنا سلمى ايمن بطل اولمبياد الشباب، كان بتلعب بطوله تشالنج وماشيه في الاول وعملت خطا في الرمايه، ضربت في هدف اللي جنبها وخدت استبعاد صفر. قلت لها انا مبسوط، ما مش زعلان خالص. اللي بيحصل على ارض مصر عندنا هنا في بطولات عاديه خلاص، لا يمكن الخطا ده يتم. الخطا ده لو تم في الاولمبياد انا هيجي لي قهره خلاص. يعني هنبقى قعدنا 4 سنين نتمرن وبعدين خطا ساذج يبوظ تعب منظومه كامله خلاص. لا بص بيتكلم ازاي، بيتكلم ان ده مشروعي ابني. ايوه يعني روح روح جميله. بعدين عايز اقول لك على حاجه، هو بيتكلم على كده مش خماسي بس، هو بيتكلم على كده الرياضه المصريه كلها. فهي ده الموضوع البورت الاولاني اللي انا قلت لك عليه. عشان كده قلت لك اول حاجه قبل ما نديله مكافئته تاهيله كبني ادم تمام، ان هو يكون مصر. الحاجه الثانيه بقى ان هو بياخد مكافئته. واحنا جينا على هنا كان بيكلمني المدير الفني خلاص ياسر حفني تمام، بنتناقش في ايه حضرتك؟ خلاص هم لسه راجعين امبارح من المجر، جايبين اول فرق وتاني فردي باسلام حامد. اسلام خلاص مش مهند ولا احمد إسلام تمام، عشان تبقى عارف ايه. انا كنت لسه بقول لهم الاعلام ما بقاش عارف مين اللي هيكسب عندنا والله العظيم. مره ده مره ده مره ده انا بيقولوا لي مش عارف والله العظيم. يعني انا كنت واخد الجند بعد كده طلع عندي اسامي. طلع مهند، قالوا مهند طلع اسلام. الله هو ده هو ده. انت ما انتش عارف مين اللي هيكسب في البطوله، احنا كلنا بنجتهد. بس انا كنت بتناقش معاه في حاجه واحده خلاص، بنتناقش في ايه؟ بقول له احنا عندنا قصور خلاص. خد بالك الناس فاكره ان احنا في لا لا احنا عندنا قصور كتير جدا خلاص، نقدر نشتغل عليه ونحسن فيه. بقول له احنا عندنا حاجه يعني حاجه كبيره جدا احنا مقصرين فيها حاليا، بقى فيها دروب في الفتره الشهرين اللي فاتوا، وهي الخدمه المجتمعيه. انت عمالين نركز في التمرين والمش عارف ايه وبتاع ده، ومش مديني الوقت الكافي خلاص للخدمه المجتمعيه. انت اكتر حاجه تسعد البني ادم ايه؟ لما يساعد حد صح؟ صح. لما بتساعد حد ولا تروح صح. لملجأ ولا تعمل حاجه خير، دي حاجه بتسعدك جدا جوه. والحته دي مهمه جدا للرياضي خلاص. انت ممكن دعوه حد من دول هي اللي تكسبك البطوله صح. في الاخر صح. فده جزء لا يتجزأ خلاص. الخدمه المجتمعيه جزء لا يتجزأ من حياه البطل. لو طلعها بره حياته لا، زي ما النوم اهم من التمرين. انا لازم اخد 8 ساعات نوم، مش هينفع اخد 6 عشان ادي تمرينه زياده، لا انا هتضر. بص يا فندم مش كتير. عايز اقول لك يعني احنا انا من حلاوه الحوار والحديث انا عديت الطيب والله بجد. انا عايز اقول لكم ان انا مش حاسس، احنا لو قعدنا اتكلمنا 3 ساعات يعني الحقيقه هنقدر نملاهم مع قامات كبيره منوراني في الاستوديو. مهندس شفر عريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث واحد انجح الشخصيات الرياضيه في مصر وعميد عام اللجنه الاولمبيه المصريه، اشكرك شكرا جزيلا. نورتني وشرفتني النهارده. الله يخليك. اشكرك استاذ محمد جاد، طبعا مدير التسويق في الاتحاد المصري، وطبعا احد ابرز العاملين في هذا المجال واحد شركاء النجاح في الخماسي الحديث. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين، النجاح ما بيجيش من فراغ. النهارده حطينا على الترابيزه قدامكم نموذج، اتمنى الاتحادات الاخرى تغش هذه الحلقه وتشوف ايه اللي وصل الاتحاد ده ان يوصل لكده. شفتوا النهارده الفكر، شفتوا التخطيط، شفتوا العزيمه، شفتوا الروح.
كل حاجه لازم في الاخر توصلك للميداليه الاولمبيه. الحلم مش بعيد، الحلم يبقى ايادي مصريه فقط. انا بشكر ضيوفي الاعزاء وبشكرهم على اللي عملوه لمصر وعملوه للرحله الاولمبيه المصريه، واتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في الاولمبيات الجايه من هنا كمان لغايه الاولمبيات. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.